كليها كليها. أكلها كليها بسرعة. أكلها إزاي؟ أنا جايب سريلا. يلا كليها. أنا برفض. بلغوا تحياتي. حاضر. قل له أبيع البلاط والشبابيك ولا أتريث. مرة لما والدته توفت فهو كان راح يجيبها من اسكندرية، فواحد في الشارع بيقول له خير حضرتك هنا في اسكندرية ليه؟ فبيقول له لما كان والده توفى، قال له وفاة الوالد. فراح جاي الراجل سأله قال له بطولة مين؟ حضرتك فاهمني؟ كانوا مسلسل أو الراجل اتحرك سابه ومشي يعني. ومرة برضه كان في محطة مصر في رمسيس وكان دراعه اليمين ده مخلوع، فكان بيسلم عليه حد بدقن فمدله ايده، ف اللي هو الراجل اللي بدقن، فهو سلم عليه بالشمال غصب عنه لانه مش قادر فالراجل بص له وقال له انا من الاول قايل ان انتوا كفر، فهو اتكسف وما ردش، ولكن كان موقف سخيف. بالنسبه لحته التمثيل فن وحلال وحرام بركه الرزق وكده، كان يعني بيتكلم مع حد كبير ولو كلمة في يعني، وكان بيعمل برنامج أسبوعي في الفترة دي، فكان في مناقشة معاه وقال له ما معنى الكلام إن أنت مدام عندك مهنة غيرها اللي هي غير الفن وغير التمثيل، فالأقرب للحلال إيه؟ الطب مش التمثيل. انما لو انت بيتك ما فيهوش حاجه ولا بتاكل ولا تشرب ولا ينفع تبقى دكتور، دور على الحاجه الهادفه واشتغلها. حلال، وهي على حسب ما يقدم برضه، ولكن في حالتك انت ما دام عندك برطه مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك تجنب الشبهات. لكن كلامه، وطبعا راي الدين يحترم في كل، يعني انا مش مفتي بس انا جوايا يقين، يعني انا شخصيا ان الفن ان هو يتقال عليه كاجماع او توتالي او كليا ان هو حرام، لا. يعني في حاجات اتعملت، يعني فيلم زي جعلوني مجرما ده مثلا بتاع الاستاذ فريد شوقي ازاي اتقال عليه حرام؟ فيلم زي اريد حلا اللي هو غير قانون احوال شخصيا ازاي اقول عليه حرام؟ يعني الفن هو يعني عمل حاجه، غير في قوانين وغير في مصاير. طلب وصية غريبة جدا، قال لي يوم العزاء بتاعي تشغل مسرحية رخص اختراعي. أعمال ندم عليها؟ طبعا. في فترة التسعينات دي اتعمل أفلام مقاولات كتير، وهو شارك في أفلام مش بقيمة الكيف ولا البيضة والحجر ولا الحقونة، مش بالقيم دي كلها، أقل كتير جدا. كان أبطالها قد يكون فنانات استعراضيات، بس هي كانت يعني الهدف منها انها تلم ربح مادي او تتوزع بره كويس، فاكيد ده هو كان متضايق. انما انا زي ما بقول لك احنا كعيلته احنا ما نقدرش نحاسب على حاجه زي كده، لانه كان بيعمل ده ما هو عشان مين؟ يا دكتور صدقني ما اقدرش اصدقك واكذب كل الاشعاعات والتحاليل اللي اتعملت لك هنا وفي الخارج وعليها توقيع اكبر اساتذه في الطب. يا ناس صدقوا العليل ولا صدقوا التحاليل. الله،